افتتحت الدورة الثانية من معرض عالم الجمال 2022 على أرض مدينة المعارض بدمشق، وذلك بمشاركة 74 شركة محلية متخصصة بالصناعات التجميلية ومستلزماتها ومستحضرات التجميل، برعاية المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية على مساحة 2975 متر مربع. وعن المعرض، هي المعرض الجمال والتجميل الدورة الثانية، تمت برعاية المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، في مشاركة من 74 شركة محلية تعنى بموضوع الجمال والتجميل ومستلزماتها كافة على مساحة تقدر ب 2975 متر مربع. طبعا المنتج السوري دائما منتج عريق بكافة المجالات، ومنها موضوع التجميل والعناية بالبشرة ومستلزماتها. طبعا من الشيء المفرح والمبهج وجود هكذا صناعات سورية بمنتجات ومواصفات عالمية تغطي السوق المحلية والسوق التصديرية الخارجية ومطالبات. في كتير شركات بتشارك بمعارض متخصصة محلية ومعارض خارجية ومعارض بيع منتجات. من المعروف أن المنتج السوري منتج ذو جودة عالية ومطلوب بالأسواق الخارجية، فجيد جدا. نحن كثير من المؤسسة العامة، وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومؤسسة عامة معارض الأسواق الدولية، داعمة لهذا الموضوع وداعمة لموضوع إقامة المعارض المتخصصة سواء الداخلية أو الخارجية ومعارض البيع المنتجات بقصد الترويج للمنتج السوري. المعرض معرض عالم الجمال هو معرض متميز بدورته الثانية وبمشاركة تقريبا 70 شركة أو أكثر، فهذا المعرض كل ماله عم يتقدم المعرض لقدام، وهو يعني مستحضرات التجميل الموجودة فيها. أنا اللي لاحظت أنه معظمها كمان من المواد الطبيعية، وكلياتهم الشركات تقريبا هي شركات منشأة بالأزمة. نحن هلأ إن شاء الله بإذن الله قادمين للأمل لقدام، وهلأ في يعني نحن اتحادات الغرف التجارة والصناعة، فنحن عم نقول لهم في معارض جديدة طالعة خارج القطر، فنحن حنسهل لهم المشاركة فيها ويكون في لهم دعم فيها. الحقيقة المعرض كجو المعرض كتير كتير حلو، نتمنى إن شاء الله إنه يكون في مشاركة من الزوار كبيرة. الحقيقة اللي لفت نظري إنه عم شوف شركات جديدة وطالعة بكل المناطق السورية، والحقيقة في عندها منتجات حلوة ومنتجات إن شاء الله قابلة للتصدير. شوية إن شاء الله في بعض المعوقات عم يحكوا لنا عليها، قريبا إن شاء الله حتزول كل المعوقات وحتنفتح إن شاء الله أسواق تصديرية حلوة. بس كمنتجات شيء رائع، في كثير منتجات كانت طبيعية، وهذا اليوم في اتجاه بالعالم نحو الطبيعي أكثر من الكيميائي. فالحقيقة المعرض ملفت للنظر وحضور كبير، وشركات يفوق أكثر من 70 شركة اللي بتصور مشاركين. نتمنى إن شاء الله أنه يكون فاتحة خير. في الحقيقة في حضور من الأخوة العراقيين، للسودانيين، لليمنيين موجودين كانوا، حتى القائم بالأعمال موجود معنا، والقائم بالأعمال التجاري تبع السفارة العراقية موجود، فيعني في حضور إن شاء الله. يشكل المعرض منصة للتعريف بالشركات العاملة في مجال صناعة مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر، إضافة إلى المواد الأولية التي تحتاجها، وفرصة لتبادل الخبرات بين الجهات المشاركة. يعني نحن
بالعادة بنلتقى بلوكيشن التصوير، اليوم لا بعالم الجمال، خبرينا أكثر. هلا أول شيء أهلا وسهلا فيكم. تاني شيء كتير حلو أنه ينعمل معرض للجمال، هاي خطوة مهمة كتير، لأنه صراحة صار في شركات مهمة بسوريا، فحلو أنه يجتمعوا كلهم مع بعض ويكون في تنافس بين بعضهم. طبعاً المنافسة بتعطي جودة للعمل وبتعطي بوش لحتى يعملوا يعني براندات جديدة والكواليتي حلو، ويعني يسدوا هذا الفراغ اللي صار نتيجة أنه ما بقى في شركات أجنبية. أنا مبسوطة أنه أنا الوجه الإعلاني لشركة لاسر لهي السنة، حبيت أنه بلشت أنه أنا بلشت معهم، حبيت كتير براند لأنه مثل ما قلت لك أول شيء جودة كتير منيحة خاصة بالمواد الأولية، ما في عنا مثل ما بيقولوا في براندات بتبلش منيحة بعدين بتبلش غش. لأستاذ عاصم اللي هو الأونر تبع هاي الشركة كتير دقيق بهاي التفاصيل، أنه يعني الناس اللي بتشتري هيدا البراند ترجع تشتري مرة تانية وتحبه يعني وتضاين عليه. بالإضافة أنه هذا البراند فيه كتير تنوع، يعني عندهم كاسكين كير، عندهم كل شيء تقريبا، يعني من الكريمات لشامبويات نسائي ورجال وحتى شامبويات للأطفال، وعندهم ما شاء الله عطور منوعة كمان لرجال ونسائي وللأطفال ولكل الأذواق. أنا بحس يعني أنه لاستر أي حدا بيجي مثلا بده ينقي بيرفيوم إلا ما يلاقي ذوقه فيه، لأنه ما شاء الله فيه أصناف كتيرة، فهذا الشيء كتير حلو. ومثل ما بيقول مبروك لسوريا هذا المعرض الجمال، إن شاء الله يا رب هيك ترجع سوريا أحلى وأحلى يا رب. يعني ليك هلأ أنا بزور كتير معارض الجمال وبندعي على كتير معارض الجمال بدبي وبلبنان وبكتير أماكن. يعني اليوم أنا عم شوف أنه معرض الجمال هون بسوريا من قلب دمشق ما بيقل أبدا عن أي معارض تانية، يعني هي مثلا بأناقته بالأقسام تبعه بتنوع مواده، فهذا الشيء كتير حلو. يعني اليوم نحن بلد حرب، فكتير حلو أنه نحن بهاي الأناقة وبهاي الجودة عم نقدم هيك معرض. هلا باسكوميلا هي شركة بتعمل منتجات عناية بالبشرة، شامبويات، كريمات، في عندها صوابين، في عندها كريمات بتنقسم لكريمات جلدية، وفي عندها كريمات بتاع عناية بالبشرة، عناية بالشعر، في هير تريتمنتس، في بودي باتر. هي شركة بتعمل أصناف نوعا ما فيها المفهوم الطبيعي عالي، تمام. السلوغن تبعنا نحن إنه غزي الطبيعة بداخلك، ونحن لحقنا وصرنا بكل صنف بنحاول إن أوجد عنصر ومكون من الطبيعة نستعين فيه كشريك، يعني ليحقق لنا نتيجة كويسة. فيدباك تبع الناس كتر خير الله كويسة. عنا كذا أكثر من صنف بعطور حلوة يعني نحن بنحبها. هلا المشاركة بهيك معارض هي إنه أنت اليوم مؤمن إنه هاي البلد ترجع تتطور، ترجع مثل ما كانت، تمام، وإنه أنت صار عندك لازم تنقل صورة إنه أنت موجود. فهي المنصة واللي هي اللي بتفتح لك المجال أكثر من السوق اللي هو السوق التقليدي اللي الناس تعرفه. فالميديا بتفتح والمعارض هي نوع من في على ناس المينتاليتي تبعها إن تجي تشوف بالمعرض التجار كبيرة بيجوا. هلا ممكن هون هلا عم نعاني نحن إنه ما في تجار خارجية كتير، يعني تجار تجي من الخارج، بس ستيب باي ستيب حيمشي الحال. يعني نحن هيك مؤمنين ده تمشي إن شاء الله. يعني إحنا اليوم ميزتنا ما بنحط مادة كيميائية بمنتجنا، ميزتنا هي العشبية والوصول لأكبر قدر من الأمان لكل المستخدمين. هي أول رسالة بنقدمها بالشركات الكوزموتيك اللي عنا وشركات التجميل، نكون موجودين. يعني من أهم الأشياء أنه الواحد يكون موجود، وإحنا طبعا هي النسخة الثانية من المعرض وإحنا موجودين فيها. إحنا عم نقدم رسالة أنه إحنا موجودين وعم نشتغل وعايشين رغم كل الظروف. يعني إحنا كان عنا إيمان من بقدرة المنتج السوري وبقدرة السوريين وقدرة فريقنا وقدرة بقائنا على فتح البيوت اللي بيشتغلوا معنا. يعني إحنا اليوم نشغل 3 منشآت تصنيع بالإضافة للتسويق والمبيعات بكل المحافظات السورية، ففي بيوت مفتوحة وإحنا عنا إيمان بالسوري وبشغل السوري، وهذا الكلام اللي خلانا واقفين. لا، بيوشان طبعا هي شركة بتعتمد على المستخلصات الطبيعية سواء مستخلصات مائية أو زيتية. طبعا المستخلصات المائية نحن متفردين فيها بالبلد، يعني ما في غيرنا بيطالعها.
هي عبارة عن يعني ما الأعشاب الموجودة نطالع منها خلاصة مائية. طبعا هاي الخلاصات المائية ممكن تتاخذ شرب، ممكن تتاخذ موضعي بخ، بالإضافة طبعا عندنا زيوت معصورة على البارد، وهي أهم شغلة طبعا لأنه عصر على البارد بيخلي خاصة تبع الزيت فعالة بدون ما يخسر من فعاليته، لأنه تحماية الزيت أو تسخينه بيؤدي لفقدان الفعالية. فهي كمان طبعا في عنا عدة أنواع تستعمل موضعيا وتستعمل فمويا، بتساعد بكثير علاجات بأمراض مختلفة، بالإضافة عنا للزيوت المقطرة اللي هي تستخدم كروائح عطرية وبالمساجات. هلا طبعا هو نحن دائما نحاول كل فعالية انه نشارك فيها. معرض طبعا الجمال بهمنا بايوشام لأن نحن بالأصل عنا كثير منتجات للتجميل، يعني عنا تونرات للبشرة بأنواع المختلفة، ماء الورد اللي بيستعمل كثير بالبشرة كمان، بالإضافة للصابون، للزيوت كمان في عنا زيوت خاصة بالعناية بالأظافر، عناية بالشعر، فهذا كلياته مهم للجمال أكيد. والله عم نحاول ان شاء الله يعني انه نزلل كل الصعوبات، يعني بضل دائما هو موضوع توفير المواد بهي، فنحن لانه بنحاول ندور دائما على الماده العضويه اللي ما يكون فيها اسمده يعني مضافه، ولذلك هي يعني اهم شغله انه عم نشتغل عليها. نسائم حلب شو بدي خبرك عنها؟ كل الجوده اللي موجوده بحلب موجوده بدمشق عندنا هون. صابون غار منكه اكثر من منكه، في عندك مسك الطهاره، في عود، في ورد دمشقي، في ياسمين، في حبة البركة، جودة عالية وإنتاج إن شاء الله بيشرف. نفتح سوق خارجي خارج سوريا نحن، ونحس إنه نحن موجودين، ونحسس العالم كلياته إنه نحن ساعتنا موجودين وإلنا بصمة يعني بسوريا. والله المعرض شيء جميل ورائع، ولن أتوقع أن يكون بهذه المشاركة الجميلة. وسمعنا الكثير من أصحاب المعامل والتحضير للمنتجات التجميل في معرض عالم التجميل الذي تنظمه شركة دلتا، الشركة الرائعة والمميزة التي جمعت أكثر من عدة منتجات تحت سقف واحد. اليوم نحن نبحث عن المنتجات التي نريد إبعاثها وتصديرها للسوق اليمنية وإحلالها بدل منتجات دول العدوى. في اتفاقيات عديدة وفي بروتوكولات توقعات كثيرة، وما زلنا في طور تعزيز هذه العلاقات الاقتصادية والتجارية. نحن بفضل رب العالمين المعرض كان فيه تحسن بنسبة 60% عن الدورة الماضية. عنا مشاركين 74 شركة من مختلف المحافظات السورية. المعرض بيغطي هاي الصناعة بكل اختصاصاتها، يعني المنتج الجاهز ومستلزمات هاي الصناعة والعبوات والمواد الأولية يعني. تمام، والحمد لله كان في اهتمام كبير من زوار خارج البلد. غرف التجارة العراقية وفي من ليبيا وفي من الأردن ومن لبنان تواصلوا معنا وعم يبعثوا وفود مشان يزوروا المعرض. يعني شركة ميليا يمكن من أقدم الشركات يلي أوجدت أو صنعت الصبغة بسوريا، بالإضافة للصبغة أكيد في منتجات تانية، مجموعة العناية بالشعر، مجموعة العناية بالبشرة، في سبلاشات، قصص كثير لتلوين الشعر. تواجدنا بمعرض عالم الجمال أكيد لحتى نطلع على كل شيء جديد بخص التصنيع وكل شيء بخص الكوزمتيك والجمال، إن كان المواد الجديدة، العبوات، اللصاقات، الآلات أو غيره، يعني لنواكب التطورات كلياتها ونكون ملمين بكل شيء جديد. صدقاً كانت ولا زالت المرحلة صعبة، صعوبات بعدها متواجدة، كان بتأمين المواد الأولية، إن كان بالتصنيع عم يكون في نقص كتير بالسوق، عم نحاول نتداركه كيف ما قدرنا. يعني الحمد لله ما رح نقول انه 100% تخطينا، عم نحاول قدر الامكان. المميز في هذه الدورة وجود شركات جديدة من مختلف المحافظات السورية، إضافة إلى وجود منتجات متميزة بجودتها.